السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنب مسجد مشيرب كان في زي فساد على هيئة أمواج كده بشكل جميل، حاول أعمل حاجة زيها. تمام، فمن الأرتكشر هقول له أنا عايز أعمل كومبوننت، وأقول له موديل إن بليس، وأقول له خلي دي مثلا نوعها وولز، فنعمل فساد اللي هي الواجهة الخارجية. تمام، هي مكانتش في المسجد، هي كانت بتغطي على زي محطات مية أو درينج، فبنحاول نعمل واحد زيها. طيب انا هستعين بريفرنس بلان للشغل بتاعي، اقول له مثلا اهو، واقول له ده مثلا بمقدار مثلا 600، بالشكل دوت. او ممكن تقول له الري، هيكون اسهل معاك ان انت تقول له الري، وتقول له مثلا عايز بمقدار 8. تمام، وانا هقول له مثلا من اول واحدة لتاني واحدة 600، يعملهم بالشكل دوت. تمام، وسهل جدا تيجي هنا تقول له مثلا عايز دي مثلا 10 بالشكل دوت. طيب هرسم رفرنس بلان تاني اهوت، ده رفرنس لاين. الرفرنس لاين ينفع برضه مش مشكلة. تمام اهو، ومش لازم اديله اسم بالشكل دوت، اللي دي 300 مثلا او 400 بالشكل دوت. هبدا ارسم الامواج بالشكل ديت، هاخد مثلا خط هنا لهنا لهنا وهكذا. تمام، فاقول له كرييت، اعمل لي اكستروشن، واقول له ان انا عايز ارسم قوس. القوس ده هيبقى اوله من هنا لهنا، وهيبقى واقف بالشكل ده هنا. تمام، او ممكن تقول له من النص، وبرده التاني بقى هيبقى العكس بحيث يبقوا مكملين. تمام، او خلي دي مثلا ماشي. طيب خلينا نقول له مثلا ان دي ميرور من هنا وميرور تاني من هنا بالشكل دوت، هتبقى الموجة جاية بالشكل دوت. هقول له اوفست بمقدار 50 مثلا او 40 بالشكل دوت، بحيث ان هما يبدأوا يكملوا بعض. فاقدر اخد مثلا الجزء دوت واقول له كوبي من هنا لهنا وهكذا. تمام، ده مثلا الامواج اللي عندي، هقول له في الشكل دوت من هنا لهنا. وبرضو ممكن توقفها هنا او ممكن تخليها تكمل زي ما انت عايز. خلينا نوقفها كده، واقول له ان انا عندي هنا لاين. طبعا لما تكون بتشتغل في مشروع حقيقي بتبقى عندك الارقام معينة ما تقدرش ان انت تتخطاها. اخلي الارتفاع بتاع دوت وليكن مثلا 300 بالظبط، 313 دي رقم العربية بتاع البطوط بالشكل دوت. فتعال نشوفها كده في 3D، هتبقى الأمواج بالشكل دوت. تقدر تكررها عدد كتير يعني. طيب ممكن ناخد الرقم ده، ناخد الشكل ده ونطلع بيه فوق. فهاجي هنا في مثلا في الإيست، وأبدأ أطلع بيه مثلا من هنا، ألغي الكونسترين لهنا. طيب طبعا في حاجة مش مظبوطة، لو هي ان الاتنين دول فوق بعض، فأنا لازم اجي هنا واقول له اعمل موف بالشكل دوت. تمام، بحيث ان هما يكونوا كأن هما بيكملوا بعض. ممكن تخليها بالشكل دوت. تمام، هتعمل بس ايديت للاكستروشن، وتحاول ان انت تخليهم بيكملوا بعض. تمام، فالجزء ده مثلا ممكن نلغيه ونعمل ده موف. والشكل ده وقت ممكن نقول له هات لنا ده كده كوبي اللي هنا.
بالشكل دوت. تمام. طيب خلينا نخش بقى تاني في الايست. ده مشروع تاني. طيب دول بقى ممكن اعمل عليهم سيلكت وممكن تكررهم زي ما انت عايز. وله فينيش. تمام. تعال نشوف في 3D طلع معايا حاجة بالشكل دوت، وده نفس الشكل اللي هو كان موجود هناك.